مكملين ضمن مساحاتنا الصباحية، ووصلنا لمساحتنا الطبية وحنحكي فيها عن موضوع شائع بين الأطفال والكبار. أكيد رشا، رح نحكي عن موضوع الارتجاع المرئي إذا فينا نسميه عند الصغار وعند الكبار. دائما بنقول في كثير من الناس بتقولك أنا معي حرقة دائمة، يعني بيشعر بحرقة هون عند الحلق أو عند المري. كثير يمكن إلى أسباب، بس يمكن هي حلول بسيطة لنقدر نتخلص منها، لكن لازم استشارة الطبيب، لأنه دائما بنشوف ناس بتاخذ أدوية أو وصفة طبية دون استشارة الطبيب. يعني فينا نقول بعض الخطوات الصحية السليمة فينا نتخلص منها. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر. معنا الصيدلانية رشا الموسى. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. صباح الأخبارية السورية. صباح الخير رشا. صباح الخيرات. صباحك أهلا وسهلا. عم نحكي عن قصة شائعة كثير، وصرنا لحالنا نحن بنروح على الصيدلية بنقول له نحن عم نعاني من حرقة، فبيعطينا في أدوية كثير يعني معروفة وشائعة، إن كان أقراص إن كان حب إلى آخره، ولكن هذا الشيء له في سبب أساسي اليوم لأنه أشعر بهي الحرقة بعيدا عن نوع الغذاء اللي أنا عم باخده. خلينا أول شيء نفسر طبيا شو هو الارتجاع أو الحرقة. تماما. هلأ الارتجاع المعدي المرئي هو من اسمه هو رجوع حمض المعدة للمري. بيرجع عنا حمض المعدة، هو حمض المعدة هو حمض حارق كتير مثل ما كلياتنا بنعرف. صح. هو HCL. ما هذا الرجوع بيعمل لي ألم حارق وشعور المريض بالانزعاج. هلأ خلينا نروح شوي فيزيولوجيا. عنا المري بيرتبط بالمعدة بشيء اسمه صمام، أو مثل ما بنقوله الفتحة المرئية السفلية. هي الفتحة مثل الباب هون عنا إياها، تمام، هي مثل الباب. متى ما نزل الأكل للمعدة تنفتح، بس وصل للمعدة بتنغلق. بمرضى الارتجاع المعدي المرئي هي الفتحة عنا بتضلها مفتوحة، بتصير في عنا ارتخاء فيها، فلهيك هون عنا الحمض بيرجع لفوق للمري. ما بتسكر 100%. صحيح، ما بتسكر، بتصير عنا ارتخاء. هلا اكيد خطر ببالكم وخطر ببال كل المتابعين انه شو سبب ارتخاء هي المسره. صحيح. ليش انه عم بتضل اسباب الاساسيه. تماما. انه ليش انا عندي حرقه وهذا ما عنده، ليش هذا عندي اياها انا مرخيه ولا. هلا اول سبب هو التدخين. التدخين هو من احد العوامل الكثير اللي بتعمل الحرقه. طبعا السبب الثاني، انا اسفه بدي اقول للمشاهدين انه القهوه هي سبب كثير، لانه الكل عم يقول لي رفقاتي انه لا تقولي لنا القهوه ممنوع بكره. ماني ما تقولي لنا ممنوع. أوه. على الاسف اي مشروب بيحوي على كافيين هو ممنوع. هون عنا بيسبب هاي القصة. طبعا بيسبب. كمان المشروبات الكحولية، المشروبات الحمضية، الأطعمة الغنية بالتوابل اللي كلها بهارات، كمان الأطعمة الدهنية أو المقلية. هي كلها يعطى أطعمة بتسبب كل لي كل شيء يعني. خلاص كل شيء. أنا من المخرج في دعيها. لا خلاص فينا نقول كل شيء كل شيء، بس يعني هي أكثر المهيجات. تماما. قد إيه بتتضايقي أكلات البندورة؟ صحيح. الحمراء والمرقة الحمراء، أكلات الحلو، حتى البصل والشوكولا كلياتها هي بتعمل. معلش احنا بنتحمل موضوع الحلو منه. حسب الاكل. بس في بعض الادويه بتساعد، يعني نحن بنشوف بعض الحالات، لانه هي حالات الحرقه اذا فينا نسميها حرقه المعده، انه هي بتختلف او المري من شخص لاخر. في عالم بتقول لك مقبوله، في عالم بتكون قاسيه، يمكن حسب حمض المعده او انفتاح درجه المعده عند الشخص. في بعض الادويه المساعده، يعني هلا بنشوف مثلا حدا بيقول لك هذا الدواء منيح خذيه، يعني هي حبه كثير منيحه بتعطيكي غلاف، بتخفف نوع الحمض تبع المعدة. في ناس بتقول لك مثلا انا مجربي هذا الدواء مع انه حب فحم او نوع ثاني. احيانا في ناس بتاخذ كمان بلا استشارة الطبيب، يعني خلص حب دواء للحرقة وباخذه بيمشي الحال. هذا غلط طبعا بلا استشارة الطبيب، لانه الادوية اللي بتخفض عنا الحمض المعدي كثير بتتعارض مع الادوية الثانية اللي عم ناخذها، الادوية المزمنة مثل مثلا اللي مريض قلب وإذا كان عم ياخذ أدوية، أو حتى مثلا اللي عم ياخذ أدوية الغدة الدرقية كثير بتتعارض معنا، فلازم الاستشارة. يعني ما بصير والله أنا سمعت من جارتي ارتاحت أخذت هاي الحبة روح أنا آخذ مثلها، لا. كل شخص هون حالة. صحيح. كمان عندك أدوية هي اللي بتجي مضغ مثل المالوكس اللي كثير شائع. شائع جدا. تماما. هذا يعني شوي آمن. في عنا أدوية مثل البي بي آي، هي بتثبت مضخة البروتون. في عنا أدوية كتير شائعة، بس مثل ما قلت لك كل شخص هو وحالته، كل شخص شو بنحب نوصف له الدواء. حكينا بالأعراض وأحساس المريض بالإنزعاج، ولكن خلينا نرجع رشا. في أطفال كتير بتخلق وعندها ارتجاع بالمريء، فبتشوفي أنه الطفل بعمر من عمر اليوم لعمر 6 شهور أو في حالات للتسع أشهر، شو ما عطيتيهم هنن عم يستفرغوا هذا الطعام بغض النظر عن الكمية اللي أخذينها أو أخذين برد، عندهم مشكلة. اليوم في ربط بين الحالتين بالارتخاء أو لا؟ هلأ تمام. في أحياناً بتكون مشاكل خلقية، هون فوراً نحن بنتوجه عن طبيب الأطفال ومنشوف يعني شو بده يسكر بالحجاب الحاجز بالبوابة، بيسكر لحاله.
تماما. هلا هون اما بالادويه او اما بالعلاج الجراحي. هلا كمان في اشخاص كمان بيغفلوا عن هي البدينين، هن اكثر عرضه للحرقه لانه الشحوم بتعمل لي ضغط على المعده، فبيتراجع الحمض لفوق بيطلع. كمان النساء الحوامل، كل الحوامل عنا بتعاني من الحرقه كمان لنفس السبب تبع البدينين، انه الضغط على المعده هو بيسبب. بس في هون شغله شائعه وما بعرف اكيد كلنا بنعرفها، انه بيقولوا الحرقه بفتره الحمل بيكون سببها هو شعر البيبي، صح او غلط؟ لا، هي مجرد شائعه، يعني شائعه ما لها علاقه. هو ضغط على المعده، هو ضغط على المعده. انا سالتك عن الطفل اللي بيصير عنده هاي الحاله، انه هو له علاقه بالمستقبل، انه تربت القصة بين انه بنخلقته كان عنده مشكلة بالمعدة او لا؟ هلا اكيد طبعا المشاكل الخلقية حتى الحرقة بتكون احيانا عامل وراثي، يعني ما شرط انه تكون انه لا سبب بس لانه اكل الاكلات، يعني الاكل ما دائما له علاقة. طيب خلينا نحكي، يمكن فينا نقول في نتائج بسبب الحرقة، يعني التعامل مع طريقة معالجة الحرقة بالمعدة او بالمريء الى نتائج سلبية او ايجابية حسب طريقة التعامل بنمط الحياة. يعني في ناس بتلاقي هي بتكون حرقة بسيطة وبتتفاقم بسبب طريقة التعامل بالعلاج مع هي النقطة. طبعا هلا طريق تغيير نمط الحياة هو هذا، يعني اول سبب نحن بنلجأ له قبل الادوية وقبل اي عمل جراحي او قبل اي شيء. تغيير نمط الحياة شائع، مثلا في عالم بتاكل وجبة كبيرة وبتروح بتستلقي بعدها، هون اجباري حيصير عندك حرقة. يعني حتى اذا بده يستلقي لازم على القليلة يحط مخدتين تحته او يستنى وقت، يعني او يستنى وقت أقل تماما شيء. يعني حتى لو ساعتين يعني لحتى تهضم المعدة الاكلات وما يرجعوا لفوق. حتى اذا اضطر انه يستلقي، خاصة هدول اللي بياكلوا كثير بالليل، لازم نحط شي مخدتين، يعني يكون المري ارتفاعه اعلى من المعدة، ما نكون على نفس المستوى مشان ما يطلع عنا الطعم لفوق. لما بنحكي عن قصة هلا هي طبيا كثير بسيطة وممكن تنحل ببعض الاجراءات بتغيير نمط الغذاء، خلينا نقول انه نحن نتبع ادوية، في عندك ادوية للمعدة؟ انه في اشخاص بياخذوها اول فائتون بتحصن المعدة من اي اكلة انت اليوم حابة تاكليها ممكن تعمل لك هي الحرقة. اليوم شو اهم شيء نحن مفروض انه نغيره ضمن نظام غذائنا اذا كان عندنا الحالة كثير كثير قوية، يعني نحن اي شيء عم ناخذه عم بسبب لنا هي الحرقة؟ تماما. هلا مثل ما قلت لك الوجبه الكبيره ما ناكلها دفعه واحده، ناكلها على دفعات حتى لو مقليه، بغض النظر عن نوع الرشا اليوم عم نحكي. بغض النظر، هلا انا مثل ما قلت لك اول شيء بتكون اذا كانت دهنيه او مقليه يعني هي بتزيد الحرقه، بس يعني اكيد كمان ما فينا نمنع الاشخاص انه ما ياكلوا ابدا. اذا بدك تاكلها كلها على عده دفعات، يعني مثلا كل ساعتين شوي هيك، يعني انه مو دفعه واحده، دفعه واحده. انت مع الحب الصباحي انه انت تحصني هاي المعده او تعملي لها وقايه انه اليوم شو ما اخذتي ما حيصير معك هاي الحرقه؟ انا طبعا مع هاي، بس يعني بشرط انه الاشخاص ما يكون عندهم امراض مزمنه او يسالوا، وهي الحبه ما تزيد عن 4 شهور. طب هي النقطة ايه، مو بس تعودت، استمرار. يعني انا بعرف اشخاص بياخذوا دواء للمعده صار لهم سنوات، قديش بتضرب؟ يمكن بعد فتره بتلاقي في عندهم مشاكل، هي بتكون حرقه بتصير مشاكل متفاقمه، يعني استمرار اخذ الدواء بشكل مستمر قديش بياثر، ولا تغيير الدواء ولا استشاره الطبيب؟ لانه في ناس بتقول لك انا حرقه دائمه لازم اخذ كل يوم بشكل يومي تقريبا هيدا الدواء. هذا غلط، لانه مثل ما قلت لك حتى لو ما وقفت الحرقه، لا اذا ما وقفت الحرقه هو معناها ما عم يغير نمط حياته، هو خلص بعده ما التزم بالتعليمات. حتى لبس المشدات له دور، يعني شوفي لوين، انه كل شيء اي شيء بيضغط على المعده، التوتر كمان له دور، الستريس. يعني اهم شيء انه نريح بالنا ونريح حياتنا وما نلبس مشدات. ما نعصب وما ناكل صعب كثير هذا، يعني ما تاكلي ما تعصبي، وحده منهم هي لا تاكلي ولا تعصبي اليوم. طيب هي بس مشان ما يضل ياخذ الحبه دائما، يعني هلا انا متاكده كل حدا حيلتزم بهي التعليمات ما رح يقدر ياخذ الحبه دائما. قدي عندنا نسبه الاشخاص اللي بيعانوا من هي القصه؟ كثير صح صراحه. انا امبارح نزلت ستوري انه بدي احكي عن هذا الموضوع، ما ضل حدا من رفقاتي الا ما قلت لي اللي ايه يعني اكثر مره بيتحمسوا على هذا الموضوع ادمانه كثير منتشر. حتى مجرد عنا بالبيت خالي دغري قلي لي شو انا معي حرقه، احكي لي شو بدك تحكي بكره. قدي التعصيب والحاله النفسيه يعني دائما عم نشوفها عم ترتبط بمعظم الامراض اللي عم نعاني منها وخصوصا المعده. حتى شيل عن موضوع الحرقه، وقت بصير اي انزعاج او موقف نمرق فيه، خلينا نرجع لايام المدرسه،
اول موقف يصير معك تنزعجي فيه دغري بتعملي هيك على معدتك، الخوف، التعصيب، يعني دائما هي جزء حساس بقلب الجسم. قد ايه المفروض نحن اليوم نتعامل؟ كنا عم نحكي بالفقره اللي قبل عن الصحه النفسيه تماما. فنحن كمان حنربطها اليوم بالصحه الجسديه، قد ايه اليوم مهم هاي النفسيه اللي بتاثر سلبا علينا نخففها شوي، وخصوصا ان احنا عم نحكي اليوم عن مرض شائع، ولكن يعني هو بالنهايه ما له حل، يعني بدك تضلي على طول انت عايشة بنمط معين بحياتك. تماما مثل ما قلتي، عايشة بنمط معين، يعني هنا بس التزموا بهذا ان شاء الله بتخف عندهم، ما عاد بيضطروا ياخذوا الحب كل يوم. بس هيك بس هيك يعني غيروا بس نمط حياتهم الاشخاص يعني بس كل شيء عندهم، في يعني ما عندكم هالمشاكل. ايه بس لما تحلي مثلا، طب خلينا نحكي عن الحميه، يعني انا خليني اعطي خطوات بس ما تكون قاسيه على كل الاشخاص اللي عم يتابعونا. يعني لما اقول انه انا مثلا بدي اعمل حميه واخذ الدواء، ذكرنا يعني فينا نمرق شويه اكل مثلا في توابل او شويه اكل في شويه دهون، كم مره بالاسبوع، قديش فيني انا اغير هذا النمط حياتي تدريجيا. لما يكون حدا منطلق بالحياه يعني ما عنده مشاكل، بيشرب قهوه مثل ما قلتي، بياكل كل شيء، فجاه بدك تعملي له حميه قاسيه كمان صعبه. فكيف فيني انا اعطي بعض الخطوات الصحيه السليمه اني غيرهم شوي شوي تدريجيا، ممكن مره يعني ما فيني كمان احرمه بشكل كامل. اكيد هلا مثلا مثل القهوه اللي ما حدا حيرضى يوقفها، اكيد بدل ما نشربها اول ما نفتح عيوننا، لا بناكل هيك شيء لقمه صغيره، سندويشه صغيره، اي شيء، وبعدين بنشرب فنجان. مو على معدة فاضية. تماما مو على معدة فاضية، يعني هو بس تغيير بسيط بالحياة، أنا ما عم نحرم حدا من شيء. حتى مثلا يلي بده ياكل مقالي ولا اللي بده ياكل وجبات دهنية، نحن أكيد ما فينا كمان نحرم هذا جسم الإنسان، كمان أحيانا بيتطلب لهي الأكلات، ففينا ناكلها مرتين بالأسبوع. يعني هو الشخص الرياضي أصلا عنده يوم فري. صحيح. فإنه أكيد كمان هون عنا نحن أيام فري. بس ما تاكلها يعني فرد دفعة، كلها على مرتين ثلاثة للوجبة. طيب رشعة، هذا المرض أو هاي الحالة ما بدنا نسميها مرض، هي بالنهاية ما أنا مرض، يعني حالة، إذا صار فيها إهمال وبعدنا عن القصص الإيجابية وعن إنه نحن نعمل عنا نظام بحياتنا، إن كان بأكلنا، إن كان بطريقة الأكل، أو حتى بإنه نمارس شوية رياضة تخفف هاي القصة، بالقمة يعني إحنا اليوم بقمة الإهمال، شو ممكن يكون في عنا مضاعفات؟ تماما. هلا هذا السؤال كتير حلو، انه نحن واول شيء قلتي انه هذا ما بنعتبره مرض، هون الغلط، انه في عالم لما ما يعتبروه مرض هون بتتفاقم عنا الحاله لامراض، بصير في عنا التهاب بالمري. طبعا هذا الالتهاب بالمري بيعمل لي مثل قرحه المري، والقرحه كلياتنا بنعرف انه هي بتعمل نزيف، هذا النزيف ممكن كمان يتحول لمري بارد، هذا بيكون باخر تماما باخر جزء من المري قبل المعده بشوي، هون بس يصير عنا تقرحات، هذا مري بارد، ممكن بيتغير عنا الأنسجة المبطنة للمري، هالتغيرات هي ممكن تؤدي لا سمح الله لسرطان مري. فلهيك نحن ما لازم نأهملها، ما لازم إنه نعتبره هذا مانو مرض، ما لازم كمان نستمر. طب ممكن الحرقة يعني تؤدي لقرحة؟ يعني نحن عم نقول إنه إذا أنا ما اتبعت نمط حياة صحية ممكن يكون إلى هذا اللي سألتك عنه بالبداية، يعني نتائج السلبية إن كانت ولا الإيجابية، يعني يكون مضاعفات كبيرة لحتى يعني مع مرور الوقت. طبعا هلا هي نسبتها كتير ضئيلة بس بتسبب قرحة، أكيد بتسبب بس قرحة بالمري وبتسبب لي نزوفات. طب المري اصعب من المعده؟ طبعا اصعب، يعني حتى بيصير الانسان يطالع دم من تمه، بتسبب يعني قرحه. شكرا رشا لحضورك لليوم، وصباحك صحه وسلامه واكلات طيبه من دون هاي الحرقه المزعجه لنا ولكثير من الاشخاص اكيد. يسعد صباحك ان شاء الله يا رب، تضلوا كلكم بخير وبعيدين عن الحرقه. شكرا لك.